الايه البهار اللحمه اللي عندي تحط لونها ما يتغير شويه. التشويحه دي مع الزيت والزبده بتخليها ايه، بتخلي طعمها والشوربه تاخد منها احلى شوربه. بعد ما تتشوح كويس هقلب فيها كتير لحد لونها يتغير، بعدين هنزل بايه، هنزل ببصله وبعد كده رشه فلفل ورشه زنجبيل ومعايا هيل اللي هو الحبهان ومعايا ورق لورا ومعايا طمرايه. هنا بعد ما حطيت الطماطم والبصل وخدت التشويحه وريحه التوابل طلعت، هنزل بايه بالميه المغليه عليها، اسويها على نار هاديه. بعد ما تاخد غلوه واتنين اسويها على نار هاديه. نزل كل الميه عليها وغطيها واسويها على نار هاديه. النار الهاديه دي خليها تسوى معاكي كده سوا على الهادي. اي اكل، اي خضار، اي لحوم تسويها على الهادي تديكي احلى احلى طعم واحلى نتيجه، يعني اقل من ساعه ان شاء الله. والشوربه صافيه وجميله، جربوها ان شاء الله تعجبكم. الشكل النهائي للحمه بتاع اللحمه الجملي، الشوربه بتاعتها صافيه المرض، يعني صافيه طعم لذيذ واللحمه دايبه ما خدتش اذى.